هذا سائل يسأل يقول: نرجو تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يعني محظورات الإحرام، مثل الدخل في الإحرام، يعني نوى العمرة أو الحج، قال لبيك اللهم بعمرة ولبيك بحج، ولبس ملابس الإحرام يحرم على الجمل، يحرم عليك الصيد، صيد البر. إذا كان في صيد في البر في أرانب في غزلان في ما يصير. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا. ومن قتله منكم متعمدا روح يقتل الصيد. قتل له ظبي مثلا ولا اصطاد ارنب، قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم من الانعام. يعني ظبي مثلا قدروه بناقه بناقه، والارنب مثلا بكبش، يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يجيب اثنين العدول يحكموا الصيد اللي صادوا هذا كم، يعني هو من الانعام، من الانعام اللي هي الابل والبقر والغنم. هديا بالغ الكعبة، يعني هذا وين البحر؟ البحر في مكة عند الكعبة، هدي يهدى كعبة فيذبح هناك، ما يذبح عنده في المكان الذي صاد فيه طريقه. أو كفارة طعام مساكين، إذا ما عنده هذا يطلع كفارة طعام مساكين، أو عد ذلك صيام عن كل يعني ثلاث مساكين يوم ليذوق وبال أمره. الله قال: يذوق وبال أمره، يعني رتب الله هذه الكفارة عليه عشان يعرف وبال أمره إنه اعتدى في صيد البر وهو محرم. عفى الله عما سلف، يعني الذين صادوا يعني قبل هذا في عمرتهم وحجتهم عفى الله عنهم، يعني ليس مطالبا بأن يطلع فدية عن هذا الصيد. ومن عاد ينتقم الله والله عزيز ذو انتقام. طبعا هذا كان بالنسبه للصيد زمان، اما الوقت الحاضر لا، في مكان هذا من يوم ما تحرم الاحرام من المواقيت، على ما تحرم وتمشي لا تلاقي لا ظبي ولا ارنب ولا ما تلاقي غير شويه قرود بتعصب لك قرد هذا بعدين، هذا ما في السعاديين الحين. هذا كان زمان، كان في حدث الناس اللي قبلنا يشوف، كان في زراف وكان في يعني ظباء وفي هذا في الاماكن في الجبال هذه. اما الحين الحمد لله الصيد هذا الحمد لله رب العالمين.